انا المساعد اول مصطفى يحيى الاسعد من شعبة المخابرات العسكرية فرق حلب 290 قسم مكافحة الارهاب وهي هويتي العسكرية والامنية. اعلن انشقاقي عن شعبة المخابرات وانضمامي الى ثورة الشعب العزل، حيث ان الامن مهمته حماية المواطن والحفاظ عليه. لكن الواقع ان الامن يقوم بقتل الشعب وانتهاك حرماته. وأنا كنت شاهد عيان على حادثة قتل مواطن ضمن جامع آمني في مدينة حلب حي السيف الدولي قبل أن يكمل كلمة حرية، فكان من شهداء الكلمة، وقد قتله شبيحة النظام بوجود عناصر الأمن الذي أثنى عليهم وبارك عملهم. وأؤكد من خلال عملي لم أشاهد أي وجود لعصابات مسلحة سوى شبيحة النظام. ومن موقع هذا أناشد جميع الشرطاء في أجهزة الأمن أن يراجعوا ضمائرهم ولا يلوثوا أيديهم بدماء أبناء شعبنا العزل.